أهلا بكم. للمرة الأولى احتفلت العائلات المسيحية في الأردن هذا العام بأحد الشعانين في منازلها ومع الكنيسة على أثير فضائية نورسات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها الأردن والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جاء هذا العيد متزامناً مع سريان حظر التجوال الذي فرضته الحكومة وأغلقت خلاله الكنائس والمساجد بحيث يصلي كل مؤمن من بيته. وكان سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن قد حث المؤمنين على التقيد والالتزام بالتعليمات الحكومية مع مراعاة المواظبة على الصلوات داخل البيوت، داعياً في عظته إلى استغلال وقت الحظر وتحويله إلى وقت صلاة وتفكير وتوبة كي يشفينا الله من كل وجع روحي وجسدي. إخوتي وأخواتي، بينما يواجه العالم خطراً من نوع آخر وقد بلغ الموت أكثر من 12,000 والمصابون زادوا عن 300,000 والأعداد في تزايد، لنصلي في بيوتنا حتى يبعد الله عنا شر الآفات والأوبئة. إخوتي وأخواتي، أحثكم على ملازمة بيوتكم واتباع تعليمات الجهات الأمنية وأخذ الاحتياطات الطبية اللازمة، فهي لسلامتكم. ولنصلي بحرارة عن نيات العالم كله، لنصلي كي يجد العالم الدواء الناجع، لنصلي لأجل المصابين والمخطرين ومن أجل الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية ولكل من يعمل لصالحنا. إخوتي، نتعلم من المرأة السامرية أن الخلاص هو من عند الله، ويأتي هذا الفيروس الصغير ليذكر الإنسان بهشاشته وضعفه وحاجته إلى الشفاء الروحي قبل الجسدي، والشافي أولاً وأخيراً هو الله. آمين. كما أكد سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس على ضرورة الالتزام التام بقرارات وتعليمات الحكومة بخصوص حظر التجوال والبقاء في البيوت حفاظاً على السلامة العامة حتى الانتهاء من هذه الأزمة، داعين المصلين إلى تحويل بيوتهم إلى كنائس صغيرة كما كانت عليه حالة الكنيسة الأولى، والاستمرار في الصلاة والصيام كجزء لا يتجزأ من الجهاد الروحي خاصة في هذه الظروف العصيبة. حقيقة دولتنا عمالها بتبذل جهود جبارة. ربنا يبارك الوطن ويبارك العالم بأسره، ومن هون من الكنيسة من قلب كل إنسان مؤمن نرفع صلاة لربنا حتى يبعد عنا هذا الوباء وعن العالم بأكمله، ويعطي القوة لجلالة سيدنا الملك لأنه ببذل جهود جبارة، بعطي قدوة لكل زعماء العالم. الأردن في هاي الأيام عمالها بتسطر برأي تاريخ لكل العالم كيف تقدر دولة صغيرة محدودة المقدورات وكل الإمكانيات اللي عندها محدودة، ولكن في عندها عزيمة، في عندها قوة، في عندها إرادة، وفي عندها حب وانتماء للوطن. هاي هي قيادتنا الهاشمية، وهذا هو أبناء شعبنا الأردني. بحب إني أطمنكم إنه ربنا حمينا، حابي بلادنا، هاي بلادنا هي بلاد مقدسة، فربنا حميها. عشان هيك في علينا مسؤولية إنه نحن نلتزم هاي الأيام. التزامنا يكون إنه نبقى في بيوتنا، للضرورة نخرج في الوقت اللي بتحدده دولتنا، نخرج نلتزم ونخرج للضرورة القصوى.